قول الله 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 سلامات يا راشا في الشيخ سلامات يا راشا لا تسعد غارات من الطيران الحربي استهدفت بلدة أوريم الجوز بريف إدلب. نتج عن الغارات شهيد وثمانية جرحى ودمار كبير في المنازل والبنية التحتية. نسأل الله القبول للشهيد والشفاء العاجل للجرحى. ضرب الضوء بضرب بسوي بزيت يلا ثاني هاي 99